ديالي مريضه بالقلب راه ما كتنوضش. الوالد ديالي راه مريض حتى هو، هذا جوج خوتي ماتوا حتى هما بسبب هذه الفقسه هذه. دابا هذا نسيب مسكين راه قاطع من هنا مريض، من نهار اللي هدونا بالرحيل ما عندهمش فين يمشيو. شحال عمر مسكين دابا الدراجي ضربه شي تري؟ راه قريب الكدا وقريب ل 80، راه قريب ل 80 سنه. هدونا بالرحيل، قال له مودي، قلنا له مودي عطونا غير فين يسكنوا هاد الناس، هادو مساكن راه ما عندهمش فين يسكنوا، منهم هذا نسيبي، منهم الوالد ديالي، منهم الوالده. قال لك حنا اللي عطاتكم المحكمه، المحكمه ما عطاتنا حتى شي حاجه، هادي عامين بقاو هنا مساكن راهم كيتلوحوا هنا، راه مسكين واش كان هز حوايجو باش غادي بحاله ولا ما عرف كيفاش تجمعاتو التران. ان لله وانا اليه راجعون. اخويا راه قريب، اخويا راه قريب ل 80 سنه، مزوج عنده، عنده الوليدات، عنده هذا، ولكن ولادو راه كان تيخدم مسكين، ما تيخدم حتى شي حاجه، كان عساس هنا منو هو عساس والوالد ديالي نيت. ولكن هاد الناس من يهددونا بالرحيل دعاونا، قلنا له مودي عطيونا فين نسكنوا، فين يسكنوا هاد الناس هادو. قال لك اللي عطاتكم المحكمه شي حاجه خذوها، المحكمه ما عطاتنا حتى شي حاجه، دي عامين. السيد هز غير حويجاته راه باش غادي باش يرحل، يعني صافي. قال لك ترحلوا ولا غادي نلوحوا لكم حوايجكم برا. راه جاو داك النهار البوليس هنا وجاو من 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 المحكمه وهداك الشيء. السيد هز حويجاته غادي يرحل، يعني راك عارف بنادم كبير وفقد يعني حتى العقل ديالو، راه ما بقاش عنده شي عقل، ما بقاش عنده العقل، حتى العقل راه ما بقاش عنده. عنده وليدات؟ عنده وليدات. هاد الوليدات عنده تقريبا؟ اخويا راه عنده تقريبا شي 6 ديال الوليدات، فيهم بنات فيهم ذكور واناث. كيفاش دابا الاحساس ديالكم بهذه الفاجعه؟ اخويا هذه الفاجعه كندعيو الله هاد الناس اخويا اللي كانوا سباب فهاد المصيبه هذه، هاد هما اللي سباب فهاد المصيبه هذه، دعيناهم لسيدي ربي. هددوا هاد الناس بالرحيل، وهاد الناس ما عندهمش فين يمشيو، 30 سنه وما حساسين هنا. المحكمه ما عطات حتى شي واحد شي حاجه. السيد هز حويجاتو، السيد كبير، راه الوالد ديالي براسو كانت غتجمعو التران، راه الا تكونوا شتو اللي كان دايز من ليها. تقرض هنا جوج مرات، الوالده مريضه بالقلب، هذه دابا الزوجه ديالو اللي هي نسيبتي، دابا هذا اللي مات اللي هو العلولي علي، راه الزوجه ديالو راها مريضه حتى هي بالكوليسترول والسكر والقلب، ومراه كبيره. فوقاش ضربات الوقيته تقريبا قال لك؟ اخويا انا ما كنتش هنا، انا عاد جيت دابا عاد شويه، تكون الله اعلم تكون هذيك ما بين الخمسة الربعة ونص هكا، هادشي اللي أنا فاش جاني التليفون أنايا. بارك في راسكم أخويا. ما مشى معكم باس أخويا. الله يحفظك. ما مشى من الناس المسؤولين ومن سيدنا.
يشوف يشوف لهاد الناس بحال هاد، يشوف لهاد الناس الكبار بحال هادو. هاد الناس هادو راه ما عندهمش فين يمشيو، الناس راه ما عندهمش فين يمشيو، راه منهم الشارع. غادي نرجعوا لعندكم. الله يجازيكم بخير اسيدي وسبحان الله. تبارك الله.